لا 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 مستحيل 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 شباب مستحيل. شو عم بصير؟ انا ما بعرف شو عم بصير حبيبي والله. يعني حبايبنا ما كنت بتوقع انه ابدا 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 ينزل هذا الشيء يا حلوين. بس ولكن ومع ذلك وفعلتها قرينا يا شباب. ركزوا معي كيف هذا السكين شباب، يعني يمكن من 3 سنين شباب لحد الان. يعني هذا السكين او هذا السكنين هدول بالضبط معلم. هذا وهذا اوكي، هذا بنعرفه. بس ولكن هذا وهذا حبايبي، كثير من اللاعبين فري فاير ما بيعرف انه في هذا الشيء، وما بيعرف انه في هذا السكن اصلا باللعبه. بس ولكن حبايبنا والله يعني معكم واحد قديم كثير باللعبه. anyway شباب anyway حبايبنا، خلونا نشوف مقطع حبايبنا كانوا ناس صلاه في محمد عليه الصلاه والسلام. يعني ناس بتسنوا باللايكات بشيرات وبارتاجات. يا اخي انزل حط اللايك وشير وبارتاج. شو هذا؟ حط يا زلمه. اوكي شباب، مثل ما انتم شايفين هذا السكن من احد السكنات القديمه كثير يعني كثير حبايبنا. الصراحه يعني انا 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 بالعاده يا شباب يعني لما في قصه بحب اشوف بتشيك بالتليفون بشوف شو نازل شو ما نازل عشان نقوم نعمل مونتاج خدمه. anyway بس لما فقت وشفت هذا قمت بسرعه معلم، قلت لا 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 لازم يعني فقت من دون قول فقت على السرقه، لازم نجيب هذا السكين معلم. اوكي شباب ما اطول عليكم اكثر من هيك حبيبي والله. هات نشوف اول لفه. اوكي ووو ماشي، ما هو ثاني اول لفه ولا شنو؟ ولا شو هذا؟ اوه ديم اول 10 لفات طلع لي السكنين بنفس الوقت. هاي لا مستحيل. بس كم كان عندي اللاكي والله ما بعرف، جايب كتبوا بالتعليقات. اوكي نكمل. ماي 355 طاقه معنا، كنت عم بجمع. لا لا ثاني سكنتين باللون الاصفر. طلع لي سكنتين والله، فكرت السكن هذاك راح يطلع لي. ما بيصير هون معلم، قول لي. اوكي هذا ما. اوكي ثواني شوي، في شيء وفي سكين تاني هون ولا كيف؟ ايوه في سكين تاني هون. لا والله يا جماعه في كثير من السكنات هون يا شباب والله باللوز. اوكي نضرب نشوف. اعطوني يا شباب اليوم العزه حبيبي والله. في نخلص بالصفرة لا برتقالي ما بعرف شو معلم. قول لي طب بالك شوف يا زلمه، لا تطلع لي بسكين. شو بدي اعمل فيه بس كاميرا؟ طلع لي يا اخي هذا يهديك ربي. كمان صفرة؟ قول لي يا سلام عليك يا سلام والله يا شباب. الحظ يعني مو طبيعي يا معلم الصراحة، يعني شوف الحظ مو طبيعي يا شباب، الحظ مو طبيعي يا معلم عن جد. اميزنج رويال لك ثواني. هو يا جماعة هو اثنين رويال وانا بضرب عليه. فكرت هذا وانا كده هنا شو هو في بطاقة يعني ماكينتين مع الماكينتين ماكينتين رويال غريبة معلم والله غريبة اقسم بالله. ونفس الوقت شباب نزل هون سكين تاني الماجيك كيوب وينه؟ شفت انه نزل شباب سكين كمان قديم ولا ما اعرف اذا كان نازل من قبل ولا لا، بس يعني هذا وايه طول بالكم هذا وايه هذا هو نزل سكين الماجيك كيوب هذا شباب على الجيمر يم زي كمان قديم معلم والله حبيبي والله. اوكي نرجع معلم نكمل. وين كنا والله حبيبي والله. هات اشوف. اوكي نكمل شباب. لازم نجيب سكين البنت شباب، لازم نجيب سكين البنت حبايبي. طب عشان هذا السكين هذا الازرق يعني ايام زمان كان صديقي اسمه تارزان تمام. من 3 سنين شاب كان عنده هذا السكين الشاب باللون حلو. شو هذا يا اخي؟ ما بدنا سكين البنت معلم، بدنا نجيب سكين البنت ضروري يعني. اوكي اطلع لنا شيء يلا يا مان. والله صح شباب متحمس كثير نلعب هذاك السكين. متاكد 100% معلم انه كثير من اللاعبين فري فاير ما بيعرفوا في هذا السكين. متاكد 100% معلم. اضرب يا سلامي. ما بدنا هذا السكين معلم، بدنا السكين البنت يا اخي. هذا معلم هذا وين؟ شوف حتى يعني شوف يعني حتى كثير من السكنات يعني عن جد يعني لاحظت شغله شباب، السكنات القديمه كانوا احسن من السكنات الجديده ما اعرف شيء. اوكي ويلو معلم. ايوه البنت ويلو يلا البنت ولو بنسكن البنت معلم. دايم ماشي انا براش راح يخلصوا لي طاقتي معلم. قول لي اوه في شفت اشياء صفراء. ايوه الله يا زلمه بدنا نسكن البنت هذا معلم. ليتس جو نعمل هيك. ما طلع لنا والله. خلصوا لي طاقتي ولا شو معلم؟ طلع لي سكن مره ثانيه يا اخي. بدي سكن الشاب يهديك ربي.
بس كنش بنت عفوا البنت وال وال والله شكله معلم ما راح يعطي وياه. يا اخي بدنا سكيل بنت، يا اخي بدنا سكيل بنت البنت ولك البنت. والله لا مو طبيعي معلم، مو طبيعي معلم. بدنا نشوف بعد شو رايك احنا نطلع البرشب مره ثانيه. ديم اوكي 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 ايوه 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 خلص هذا هو. طلعنا انا في هون حتى في اوه حلو نايس تمام. يا زلمة يلا هي هي شباب بنت البنت البنت يا اخي ما بدي هالبنت معلم عنا يا زلمة. اعطوني يسار كم مرة يا زلمة. يلا ولو يلا ولو مرة تانية يطلع لنا الشاب. يا اخي كم مرة طلع لي هذا الشاب؟ يا اخي بدنا نسكي البنت يا زلمة. اما وات ذا هيل لا حول ولا قوة الا بالله يا جماعة، لا حول ولا قوة الا بالله يا زلمة. روحت دول روحت 300 350 بطاقة يا شباب روحت هناك على الفاضي. يلا مو على الفاضي بس بدنا نشيل البنت يا اخي البنت يا زلمة. ما بده يطلع ما بده يطلع معلم مع انه هذا سكيل بنت معنا كثير كثير حلو. يلا ولو بليز واخيرا بيرفكت. اوه هاي حبيب والله حلو حلو كثير كثير حلو. اوكي بطاقات 150 بطاقة راحوا يا معلم. اني ماي شباب بس طلعوا 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 فرجوا بس كبر اطلع لي السكيلات طلعوا لي اكثر من مره طلعوا نجي ندخل نشوف. ديم نجي لهون نجي لهون شوف والله باللوز هالسكين شباب انا طلع لي ثلاث مرات وهذا اربع مرات طلع لي معلم. اوكي شباب بعدين يا شباب رح نجرب هذا السكين بهذا المقطع شباب لانه الصراحه يعني عن جد يعني عن جد يعني يعني شباب في منكم ما راح يفهمني بس لكن السكين يعني اللي كان تبعنا ايام زمان على البسوس كنت كثير احب هذا السكين. اوكي اوكي خلينا ندخل معلم معلم وين ندخل؟ خلينا ندخل على السريع شباب التدريب اوكي عشان ما اطول المقطع كثير عشان نشوف نسترجع ايام زمان شوف هذا السكين معلم كيف شكله؟ ولي يا بوي يا سلام شباب هذا السكين مره يعني لما نزل مي كثير كثير يعني اوكي طولوا بالكم اوه والله معلم صراحه شاب سكين باللوس اقسم بالله معلم هذا السكين. طبعا في كثير لاعبين فري فاير معلم الجداد ما راح يعرف يمكن يمكن ما بيعرف راح يفكر هذا السكين نازل جديد معلم ما بيعرفوا شو عم بيصير بس ولكن حبيبي والله اوكي ما ندخل نشوف البربر معلم الصبح على رواق ولا يشوف يا بوي تعالوا تعالوا وراكم وراكم ويلكم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يعني شوف شباب عندك شغلات حلوات الجسم كله كله باللوس كله باللوس. اوكي اوكي انا متحمس كثير معلم من الصبح. يلا هذا هو معلم هاي حبيت نضرب هالون شوت معلم وبس ون شوت معلم وخلص باللوس. سو حبايبي الكرام ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع حبايبنا الله يسعد لي اياكم. لا تنسونا بزر اللايك والشير والمشاركه وتفعيل زر الجرس وكلش كلش حبايبنا لايكاتكم اوكي حبايبي ولا تنسوا حبايبنا بنفس الوقت تابعونا يا اساطير على البث المباشر بشكل يومي شباب يوميا احنا على البث شباب يوميا احنا على البث تعال على البث يهديك ربي تعال معلم بتقلب على بدك اقعد على البث بنزل لك الاقواد مع المسابقات وكل شيء شباب بتكون على البث الله يسعد لي اياكم اوكي يا حلوين. سو تعالوا على البث مباشر شباب تابعونا بنفس الوقت عم نلعب كثير منكم طلب مني انه نلعب الجي تي ار بي حياه الواقعيه تعالوا شباب عم نعمل اشياء باللوز واسطوريه معلم. سو الله يسعد لي اياكم حبايبنا لا تنسوا كمان تتابعونا على الانستغرام شباب رابط تحت كل شيء بالوصف شباب كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء بالوصف. سو بشوفكم على خير بشوفكم على اللايف ستريم حبكم بزاف سلام عليكم.